وموضوع الدولة اليهودية أعاد صياغته في صورة برضه مرفوضة منا، اللي هي دولتين لشعبين. دولتين لشعبين ممكن وصف إسرائيل لحالها دولة لشعبين، وإحنا دولة لشعب واحد. أما قصة دولتين لشعبين بمعنى أنه في شعب يهودي هناك وشعب فلسطيني هون، نحن لن نقبل ذلك، لا من المشروع الفرنسي ولا من المشروع الأمريكي. احنا ما بنضحي بمليون ونص فلسطيني اللي هم عنده جنسية اسرائيلية لموجودين في 48، ولن نقبل ان يوضع شرط يمنع اللاجئين من العودة الى بلادهم. فهذا موضوع سواء في الفرنسي ولا في الامريكي ولا في التشيكوسلوفاكي، موضوع لا نقبله.